الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عمن تبعه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نهنئكم أولا بشهر رمضان المبارك. ثانيا، موضوعنا في هذه الحلقات على مدار شهر رمضان المبارك هو ما أسميته بالغاية الوسطى، وهي غاية التقوى. وكررنا وتحدثنا بأن موضوع الغايات مهجور تماما، موضوع غايات القرآن وهي غايات الدين وهي غايات الله مهجورة، يعني ما أقول حتى أعدل لا أقول تماما، لكن على الأقل ليس لها طرح تستحق، وإنما الناس مهتمون بالتفاصيل، والبعد عن الغايات، البعد عن الغايات وعن فهمها هو الذي أوجد فينا هذا التخلف وهذا الجهل والمشروع الشيطاني من عداوة وبغضاء وكل المآسي يعني، والقول على الله بغير علم والفحشاء والسوء والتقاتل والتنازع وقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى آخر. سبب هذا كله ومن قديم هو البعد عن غايات القرآن الكريم. فلذلك أخذت على نفسي من فترة إيضاح هذه الغايات، قد نذكرها في بعض المواطن مختصرة وقد نفصل. فرأيت أن في هذا رمضان يجب أن نفصل في غاية كبرى جدا، وهي الغاية الوسطى أسميها، بمعنى هي تشمل الغايات. من إذا وصلت إلى التقوى ففيك شيء كبير من الغايات الصغرى التي قبلها، طبعا وليست صغرى، كل الغايات كبيرة، وهي وإذا وصلت هناك إلى غاية التقوى فأنت مؤهل لبلوغ الغايات التي فوقها كالشكر والرحمة والفلاح. طبعا دونها العبادة والذكر والتقوى والعدل والعقل وما أشبه ذلك. الناس يتساءلون ما هي الغاية أحيانا، إيش الفرق بين الغاية والهدف؟ الغاية هي الهدف الكبير، هي الهدف النهائي. يعني أعطيك أمثلة، واعذروني قد أذكر أمثلة يعني شعبية، يعني مثلا قد في جانب التجارة قد يكون من غاية الإنسان أن يبني ناطحة سحاب مثلا، هذه الغاية. إيش الأهداف؟ الأهداف قبل أن يفتح مثلا مستشفيات ويفتح معمارات وكذا، حتى يتوفر له مبلغ يشتري به ناطحة سحاب أو يبني ناطحة سحاب، أو حتى على المستوى الرياضي قد يكون الفرق كما أو المنتخبات العالمية وكذا يكون غايتها الكأس، الغاية الكأس. الفوز في المباريات السابقة أهداف أو غايات صغرى، تمام؟ لأن نحن نريد أن نوصل معنى الغاية. غايات الدين موجودة في القرآن، غايات ولا ينتبه إليها أحد. يعني لو تسأل أي واحد ما غايتك في الحياة، ما غايتك في هذه العبادة التي تفعلها، سيجيب جوابا خاطئا، لأن الغايات القرآنية وهي 16 إلى 20. لماذا الاختلاف إلى 20 غاية؟ لأن بعض الغايات مشتركة بين الله وبين خلقه، وهذه شرحناها أظن أو تحدثنا فيها سابقا. على كل حال، غاية التقوى ما هي؟ ذكرنا في لقاءات سابقة، يعني يكفيكم 3 آيات، سأذكر لكم 3 آيات في التقوى لتعرفوا أولا قيمتها، وبعد ذلك سأذكر وسائلها، ما هي الأمور التي توصلنا إلى غاية إلى التقوى، ثم ما هي ثمارها ما بعد التقوى. صدقوني أن عندما أقرأ القرآن في هذه الموضوعات أشعر كأنني في دين آخر، كأنني في ثقافة أخرى، يتبين كم القرآن مهجور. أنا أتحدث عن نفسي، عندما أهتم بمسألة التراث وكذا، طبعا فيه الخير وفيه الباطل وفيه الحق وفيه لكن عندما أقرأ القرآن فقط أشعر كأن هذا الكتاب لأمة أخرى غير المسلمين، على مستوى الألفاظ، على مستوى الغايات، على مستوى الدلالات، على مستوى الجمل، على مستوى الربط، كأنه لأناس آخرين. فلذلك
متى يصبح الغايات ثقافة عامة؟ إذا تحدثنا عنها في المجالس وفي القنوات وفي الصحف نذكر بها. هو كم تحدثنا عن يعني كل هذه القرون نتحدث عن ماذا؟ عن أشياء جزئية وهي مهمة، بعضها مهم بالتأكيد، لكن أغلب الخطاب الوعظي لا يبدأ من المقدمة، لا ينطلق من قاعدة متينة، فلذلك لا يؤثر. البعض يستغرب إذا رأى الشباب، لماذا الشباب كذا ولماذا الناس كذا ولماذا المسلمين كذا ونحن نذكرهم، لأنه لا نبنيهم على مقدم على قاعدة متينة كغايات القرآن الكريم وذكرنا. طيب، الثلاث الآيات التي أود أن أقولها الآن، بس طبعا من الكتاب الكريم، من القرآن الكريم، قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. بس هاتان الآيتان تكفي، يعني إذا لم تكن متقيا لن يتقبل منك. لو كنت عابدا ولو مصليا وصائما وقائما بس لست متقيا، يعني لا تقودك هذه الشعائر والعبادات إلى غايتها وهي التقوى. بالمناسبة الذكر هي غاية الصلاة، وهي من والذكر من وسائل التقوى. يعني مجموعة غايات ما دون التقوى سنستعرضها في هذا الشهر الكريم، هي كلها الهدف منها أن تكون متقيا، أن تكون ذا تقوى. والتقوى عرفناها سابقا وسنعرفها يعني بزيادة، بأن المعنى المركزي لها هو كف الأذى والعدوان، سواء العدوان المعنوي كالعدوان على المعلومات أو على الأفكار الصحيحة، أو العدوان المادي على مال أو على دم أو على أرض، على يتيم، على يعني التقوى كف الأذى والعدوان، سواء كما قلت العدوان المادي من قتل أو نهب أو سرقة أو وما أشبه ذلك، أو عدوان معنوي كتكذيب الحقيقة أو المعلومة الصحيحة، ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالصدق إذ جاءه، وفي آية: أو كذب بالحق إذ جاءه. الحق مطلق والصدق مطلق. الحق لا نظنه أنه الحق الديني المكتوب فقط، يعني الذي معتادين عليه، كل حق في هذا الكون فهو فيض عن الحق الأول. الله غير على حقائقه، سواء الكونية، الطبيعية، الإنسانية، الدينية، أي حقيقة وتكذب بها أو تستهين بها، ثق تماما بأن هذا سينعكس عليك، على سلوكك، على حياتك، على ما ترونه اليوم. أظن ما يحتاج، أو تاريخنا واليوم واضح أننا وصلنا إلى مرحلة خطيرة، ليس فقط على مستوى التخلف، بل على مستوى أن يطحن بعضنا بعضا ويأكل بعضنا بعضا وينفي بعضنا بعضا، هو نتيجة عدم مراعاة غايات القرآن الكريم. طبعا الآية الثالثة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لكن يهمني لعل أخطر آية هنا في هذه الثلاث سأذكرها مطولة في سياقاتها، هو: إنما يتقبل الله من المتقين. هذه مخيفة، كيف أكون متقيا؟ ما هي خصال التقوى؟ هذه ستأتي بإذن الله. طبعا دعونا في الآية الأولى، أن التقوى هي الغاية الوسطى كما قلت، لأنها تضم غايات كثيرة دونها، ومن وصل إلى التقوى قطعا تؤديه إلى الغاية التي فوقها، كالشكر والرحمة والفلاح. طبعا الشكر هي الغاية الأخيرة، هي تفعيل السمع والبصر والعقل والصحة والفراغ، كل نعمة توظفها توظيفا صحيحا. طيب، ما هي وسائل التقوى المنصوص عليها قرآنا؟ كيف أستطيع أنا أن أكون متقيا؟ طبعا كثيرة جدا وسائل التقوى، منها العبادة. العبادة برمتها هي وسيلة من وسائل التقوى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقوا. وسنتحدث كيف الناس يعبدون الله ثم ما يتقون ويتقاتلون ويكذب بعضهم بعضا ولا يكفون أذى ولا عدوان، لأنهم لا يعبدون الله حقيقة، هم يعبدون عادة. وهذه كل المشكلة، مشكلة كل ألفاظ القرآن لا نعرف إيش معناها. العبادة نعرفها خطأ، والتقوى نعرفها خطأ، الشكر خطأ، الرشد الهداية، التقوى العدل، كله
الرحمة، الفلاح، شيء أو لا تستطيع أن تكون ذا معنى إلا إذا تحققت من هذا المعنى واستشربته بفهمك وعقلك وروحك ووجدانك. أما ألفاظ كذا بس، تجد كثير من الناس يقولون يا أخي نحن ما نعبد إلا الله. من قال لك أنك ما تعبد إلا الله؟ هل أنت واثق؟ هل تعرف معنى العبادة أصلا حتى تقول هذه الكلمة؟ هل تظن أن العبادة هي شعائر فقط، صلاة وصوم وكذا؟ العبادة لها معنى أسمى وأدق، وفرضت هذه الشعائر لتحقيق هذا المعنى. ألا تخشى إلا الله، أن تكون تشهد لله، أن تخضع لله، تستسلم لله. إذا أمرك الله بأمر وأمرتك الأمم كلها بأمر، تكون مع هذا عبادة الله، تكون مع الله. هل نحن بهذا الشكل؟ الله يغفر لنا. على كل حال، نعم، بعد الفاصل طبعا قلنا العبادة من وسائل التقوى المنصوص عليها في القرآن على شكل سريع، مثل العبادة والأخذ الكتاب بقوة، القصاص، الصيام، بيان الآيات، التذكير، اتباع الصراط المستقيم، في وسائل كثيرة ستأتي. فبعد الفاصل إن شاء الله سنبدأ بأول وسيلة من وسائل التقوى. في أمان الله. الرحمن الرحيم. إذا ذكرنا أن الغاية أن الله لا يتقبل إلا من المتقين، فلا بد من الآن أن نجهز أنفسنا ليتقبل الله منا كل شيء، صلاة وصيام وإنفاق وصدقة وإلى آخر. كيف نعرف أننا من المتقين؟ إنما يتقبل الله من المتقين. حتى العبادة هي وسيلة تقوى. طيب، كما قلت المسلمون يعبدون هكذا بالمفهوم الشعبي، يعبدون الله في المساجد وكذا، ولكن ما يتقون ولا يكفون الأذى والعدوان لا عن أنفسهم ولا عن الأبرياء. لماذا؟ لأنهم لا يعبدون أصلا، لأنهم لا يعرفون معنى العبادة. ما يأخذون معنى العبادة من القرآن الكريم، يأخذونها من الروايات، تمام؟ لا يتدبرون القرآن، لا يأخذون الكتاب بقوة، يأخذونها باستخفاف. عندهم روايات وعندهم فتاوى وعندهم تراث وما يحتاج، يأخذون هذا الكتاب باستخفاف. لو أخذوه بقوة لاتهموا أنفسهم، هل أنا أعبد الله فعلا؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أن تقول أنا أعبد الله وأنت تعبد أحزابا أو مذاهب أو عنصريات، أو تعبد هواك، تعبد نفسك، تعبد جماعتك، وأنت تقول تعبد الله، يعني ترضي الله، ترضي الله بالأقوال وترضيهم بالأفعال، يعني تعطيه كذا صلاة وصوم وكذا خلاص لله، وبعدين أما الخضوع والاستسلام والتأله لله والوجدان والمشاعر وخشية الله ومراقبته ليست موجودة. أنت تراقب غير الله، تخشى غير الله، تشهد لغير الله، هل هذه عبادة؟ إذن أهم وسيلة، وهي غاية بالمناسبة، كما قلنا أنه عندما أريد بناء أو أن أكون، هناك وسائل هي في حد ذاتها غايات صغرى. العبادة تعتبر وسيلة إلى التقوى، لكنها في حد ذاتها هي غاية للخلق. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، ثم قال اعبدوا لعلكم تتقون، ثم اتقوا لعلكم تشكرون، ثم اشكروا لعلكم، الرحمة والفلاح فوق الشكر. هذه الأساسيات طبعا، وإلا فيه طبعا غاية أخرى، الرشد والهداية والذكر والتفكر والحذر والفقه وكذا، شرحناها. وأنا عذرا طبعا، البعض قد يقول أنت يعني قد كررتها أنت أخي الكريم لأنك فهمت وتابعت، لكن بقية الناس هم بحاجة، لا زالوا بحاجة أن يكرر لهم الغايات ويصرف لهم. حتى في القرآن الكريم في تكرار، لكن هو يصرف لهم في كل مثل لعلهم يتقوا، يصرف يعني كل مرة تطرح هذه المعاني الكبرى ليس خسارة عليها يعني حلقات أو قناة معينة
لأن مهجورة تماما، لأن لا تقيس على نفسك، اعلم أن هناك ملايين لا زالوا لم يسمعوا أصلا بغايات القرآن وليست في بالهم، ويظنون أنهم مهتدون. طبعا كما قلت أذكر وسائل التقوى هو كف الأذى والعدوان. طبعا هناك سؤال أنا أعرف سيأتي إن شاء الله نتناوله في الحلقات القادمة، أن البعض قد يقول طيب لو أنا كفيت الأذى والعدوان وبدون صلاة وبدون صوم بدون هل أكون هكذا؟ سيأتي جواب من القرآن الكريم إذن، لأن الله لا يأمر بأمر إذا أديته كما أمر الله إلا ويزيدك في التقوى. نحن لا نطالب لا أحد يقول أنا سأنفذ جميع الوسائل، لكن لابد أن تعرف العبادة ما هي أصلا حتى تجعلها وسيلة من عدة وسائل إلى التقوى. طيب، الله عز وجل يقول إذن كما قلت نحن الآن في وسائل التقوى. التقوى قلنا كف الأذى والعدوان، المعنى المركزي كف الأذى والعدوان، سواء العدوان المادي أو العدوان المعنوي. والمعنى المركزي قلنا مثل جوهر الشمس، هو معنى الشمس المركزي هو جوهر الجر، تمام؟ والامتدادات من ضوء الشمس هذا يلتحق، يعني بمعنى قد تجد في الامتدادات هي ملحقة بالجوهر. فعندما أقول أن التقوى هو كف الأذى والعدوان، يأتي البعض بآيات ويقول هذه ما فيها أذى ولا عدوان، ما هو هذه من الامتدادات، من امتدادات الجوهر. وسيأتي، بس لأن الموضوع ترون مادة التقوى كبيرة جدا في القرآن الكريم، وأنا تعبت في إعدادها حتى أقربها إلى حد كبير. نأخذ حتى لا يأخذنا الوقت، نأخذ الوسيلة الأولى من وسائل التقوى، وهي قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقوا. يعني لماذا نعبد الله؟ حتى تتقي. العبادة هنا الخضوع والاستسلام لله والشهادة لله ومراقبة الله. إذا أنا كنت هكذا سأتقي، لن أعتدي لا معنويا ولا ماديا، وسأكف أذايا المعنوي والمادي. طبعا ليس هناك كف كامل وليس هناك عبادة كاملة إلا عند الخلص من أولياء الله الذين قد لا نعلمهم، لكن نحن نتحدث عن النسبية أيضا. ليس معنى هذا يعني أنا قد أحدثكم عن كف الأذى والعدوان ثم تكتشفون لي يوم من الأيام أني اعتديت على شخص. هل نحن كاملون؟ لا، بس يذكر بعضنا بعضا، نسكت يعني لا نبين وننقد أنفسنا ونستغفر ونصحح من حياتنا ونعترف بالقصور وهكذا. لا تطلبون من الشخص أن يكون كاملا، وإلا بهذا لن يبين شيء. ورب حامل هدى إلى من هو أهدى منه، مثل ما رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فأنا أحتسب إلى الله بهذا الهدى القرآني الذي أنقله وأبينه وأنقله لكم. قد تكون السامعون أهدى مني بكثير، بل الله يغفر لنا ويرحمنا، لا نزكي أنفسنا. لكن المقصود هنا يعني حتى لأن بعض الأسئلة تأتي أحيانا في المنتصف أتذكرها. إذا عبادة الله هي الاستسلام له. الآن العالم الإسلامي جميع الطوائف والتيارات والاتجاهات هل هي تعبد الله فعلا وحده لا شريك له؟ يعني هل تراقب الله فقط وتخشاه فقط تشهد له، أم أن مرتبة الله متأخرة؟ أحيانا الشهادة عندنا للأنا للهوى للتيار للعنصرية للمذهب للاتجاه السياسي المصلحي، وثم يكون الله الشهادة له تأتي متأخرة جدا. فنحن بهذا لا نعبد العبادة، هذا معناها الصلاة والصوم والحج وكذا، هذه وسائل، هذه شعائر عظيمة، فرائض عظيمة واجبة، لكنها ليست هي العبادة، هي وسائل إليها أو من دواعمها، من دواعم العبادة الخارجية، بعكس التصور الذهني العام. طيب، ومن هذا المعنى قول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
أفلا تتقون؟ يعني أيضا التقوى العبادة، العبادة بمعناها الحق في القرآن الكريم، وليس بمعناها لا المذهبي ولا الشعبي ولا الاجتماعي، هي تؤدي إلى التقوى. ولذلك لماذا تجدون الناس ما شاء الله بالملايين في رمضان والدعاء والبكاء، ولكن واقع المسلمين يمشي فيه مشروع الشيطان من العداء والبغضاء والسوء والفحشاء لماذا؟ لأن العبادة ليست هذه مدعمات المفترض أن تستفيد من الشعائر والوسائل لتثبيت عبادة الله ومراقبته والشهادة له، ثم هذه ستؤدي بك إلى التقوى وأن تكف الأذى والعدوان وأن تربط ذلك بالإحسان، لأن التقوى مرتبطة بالإحسان، هي امتداد. إذا أتى التقوى جر معه الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وتلحظون اتقوا وأحسنوا، مرتبطة في القرآن الكريم، لأن أنا عندما يكون عندي جار رقم واحد أكف أذاي عنه، ثانيا ممكن أحسن إليه، أهدي إليه هدية إذا صار فيك، هذا زيادة إحسان، فهو مرتبطان. ولكن دعونا الآن في غاية التقوى ووسائلها. إذا العبادة ذكرناها، هل تتصورون أن من وسائل التقوى إنزال الكتب وإرسال الرسل؟ أن الله ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل أن لا يعتدي البشر بعضهم على بعض، وأن يكفوا أذاهم عن بعض، وأن يحسنوا لبعضهم، وأن يتساعدوا في إعمار الكون بالحق والعدل معنويا وماديا. معقول؟ ألم أقل لكم كأنني عندما أقرأ القرآن أجده كأنه نزل على أمة أخرى غير المسلمين؟ اسمعوا ماذا يقول. لم نرتب أوامر الله ونواهيه ترتيب القرآن، ولا الغايات ترتيب القرآن ترتيب الله، عندنا ترتيب خاص، خربطنا في الترتيب، جعلنا هذا أعلى وهذا أسفل، وهذا مهم وهذا غير مهم، وهذا ما هذا من أكبر الآثام في كتاب الله، وهو تفلت عن الكتاب، وهو نوع من الكبر والهوى. أنه أنا لو يأتيني أمر من مثلا من مديري في العمل وذكر أن أهم شيء ترى كذا وكذا وكذا، وثم جعل لي أوامر دونها، ثم أنا أرتبه على كيفي، أجعل الأقل أهمية المهم وكذا وعلى مزاجي، ألا يغضب مني مدير العمل؟ مثلا ذهبت للأشياء الصغرى ونفذتها، وتركت الأشياء التي قال هذه عاجل ومهمة وركز عليها، أهملتها واهتممت بالأشياء الصغرى، ألا يحاسبني؟ بالقطع يحاسبني. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنذكر الأدلة على أن الغاية من الرسالات أصلا هي التقوى، الغاية من الكتب، الغاية من الرسل، الغاية من اتصال الله بنا هو هذا، مساعدة تفضلا منه، وإلا الله قد خلق فيك العقل والفطرة والسمع والبصر، المفترض أن تهتدي بهذا، لكن تفضلا من الله دعمنا بالرسالات من وقت لآخر. فلذلك لا يواتر، يعني لا تجد الزمن متصل بالنبوات، وهذه سنفصلها إن شاء الله لاحقا في الحلقة القادمة نلتقي. شكرا لكم والسلام عليكم.